اخي داكشي داز مزيان صراحه، لا بالمراقبه لا في كل شيء. اساتذه تعاملوا معنا زوين، امتحان تحط في المتناول، حنا باك مهني ماشي بحال باك بي سي، داكشي تحط لنا حنا بوحدنا خدمناه مزيان صراحه، ما كان لا مشاكل لا والو مع الاساتذه. الاستاذ ظريفين، تعامل زوين، كل شيء واضح، لا ديال المدير لا ديال اللجنه، جاوا دخلوا شافوا الاجواء كيفاش دايره، كل شيء واضح صراحه، داز مزيان. الامتحان تحط في المتناول، لي زيكزاس من غير الشيميك اللي شويه صعيب، فيه حساب بزاف وداكشي ديال لي زيكواسيون كدا، داكشي جا صعيب شويه. الوقت كفانا، انا راه خرجت شي 20 مينوت قبل، خرجت قبيل انا بقيت تماك، ما كانوا شي واحد تماك صحافه ماشي داكشي، بقيت معاهم شويه تما صافي خرجت. الوقت حتى هو راه هذاك مزيان، داكشي صراحه زوين، واخا حطوا لنا داكشي شويه صعيب، ونتمناو يكون النتائج زوينه ويكون التصحيح يكون مزيان، وبون كوراج لكلشي. واه بصراحه المعاناه صعابه بزاف، مشكله في هذا الشيء، ولكن صعيب داكشي، صعيب بزاف، صعيب. واساسي راه مذاكرين معانا، داكشي داز مزيان، ما ساهل ما صعيب، صافي. المهم الشيمي كان مزيان، الميكانيك صعيب. السلام عليكم، دوس الوطني انايا وجاني داكشي قاصح الحمد لله، وان شاء الله استراكين نتداركوا هادشي هذا، وخرجنا كنبريكوليو في هادشي هذا والحمد لله. والسلام عليكم. في الاول كانت ضروري شويه الخلعه، شويه ديال الستريس، ولكن داكشي داز في المتناول، داكشي اللي فهمناه حطوه لينا ان شاء الله، وان شاء الله يكون والله ياخذ الحق. اه الله وفين، ما تسحبش لينا دوز هادشي بحال هكا، والامتحان الاخر غيدوز ساهل على هادشي. الامتحان كان ساهل، داكشي في متناول، والله داكشي في وراي، داكشي ناضي شويه بزاف. لا ماشي صعيب بزاف، عشاني شويه في المتناول، غير هو الزيار كان بزاف شويه الصراحه. انا مكفانيش شخصيه، مكفانيش انا شخصيا، ما كفاني، ما قدرتش نكمل، ما كملتش مشي حال، صافي هادشي اللي كاين.